قضية الجمعية والثورة. أنا كأستاذ جامعي كدارس أود دائما حينما أخاطب عقلاء وجمهور نوعي مثلكم أن أضعهم في الصورة، يعني نحطهم في الصورة، نحطهم في السياق العام. لذلك أنا لما أتحدث عن الجمعية أحب أتحدث عليها كما يقولوا بالفرنسوية غروسو مودو، أين موقع جمعية العلماء المسلمين الجزائريين من التيارات العامة التي تحركت في هذا الوطن. أنا ما ننكرش باللي مقروئيتنا نحن محدودة حتى نتمكن من تحقيق العدل الذي يطلبه الشرع أن يكون عنواننا. وإذا حكمتم من الناس أن تحكموا بالعدل لابد من وضع الأشياء في نصابها الطبيعي. أنا مثلا إذا وددت أن أضع الناس في صورة طبيعية وبطريقة هادئة بعيد عن الشعبوية والكلام الخشين، نقول باللي الجزائر من 1912 إلى 1954 كانت تتصارع فوق أرضها مشاريع كبرى، أليس كذلك خويا مولود؟ مشاريع كبرى كانت تتصارع داخل محيط الجزائر، هي مشاريع سياسية، هي مشاريع ثقافية واجتماعية، هي مشاريع اقتصادية، وراح نختصر لها لكم. ولكن أنا داخل هذه المشاريع الكبرى سأتحدث عن مشروع جمعية العلماء وأقرب لكم الصورة، وأنا متأكد إذا اقتربت إليكم الصورة فبأنفسكم ستحكمون عن دور الجمعية في الثورة الجزائرية المباركة. 1912 عندنا كمؤرخين سي مولود راه معايا وربما يدرك هذه الأشياء أحسن مني، في 1912 هي بداية ظهور جيل جديد يسموه في الدراسات الأكاديمية لي جون الجزائريين، الشبان الجزائريين. والشبان الجزائريين هذوما ليسوا كلهم على قلب رجل واحد سواء في الانحراف أو في الطيبة والصلاح، لكن كلهم كانوا داخل الدولة الفرنسية القاهرة، يعني كانوا كلهم جيل مقهور بعد الانتصارات العسكرية التي عرفتها الجزائر طيلة 70 إلى 80 عام في 1912، اللي هي تقريب كأنها تمثل بداية موضوعية لتيارات سياسية ستظهر بعد الاحتجاجات وكفاح وجهاد الشعب الجزائري خلال القرن 19 ومطلع القرن 20. هؤلاء الشبان الجزائريين لجان الجريان هم الذين أسسوا بطريقة أو أخرى نواة يسموها الجزائر الفتاة، شبيهة بالجزائر الفتاة تونس الفتاة في تونس، شبيهة بتركيا الفتاة في تركيا. وهذا الجيل باللغة المعاصرة أكيد تقرأوا هذه الأشياء هذه، لهذا أنا حبيت نخرجكم من دائرة الخطيب إلى دائرة الكلمات المرصوفة الآن في ثقافتنا الحالية اللي هي الحداثة والعلمانية وغيرها. هذا الجيل هو جيل حداثي بين قوسين، الجوناس مودرنيست. هذا الجوناس مودرنيست كانت تبحث لها عن تحقيق حقوق داخل الدولة اللي هي هذا السقف، لكن هذه الدولة يجب أن نوضح حينما نتكلم أو نكتب هي دولة دخيلة، هي دولة استعمارية، لكن داخل هذه الدولة التي قهرتنا والتي ضغطت علينا وضغطت على أسلافنا من جيل الشبان لجامعة الجريان ظهرت هناك تيارات وظهرت هناك أفكار وكتب وجرائد هي لسان حال هؤلاء الشبان. حتى ما نروحش بعيد، حتى ما نروحش بعيد، هؤلاء الشبان من كل المستويات، رائد الشبان واللي نعرفه احنا مليح هو الأمير خالد. والأمير خالد هذا شخصية تحمل ثقل وجذور عائلة كريمة، عائلة شريفة، عائلة من بني هاشم، كان قد شارك أسلافه وجده في حرب وجهاد طيلة 17 عام، ولهذا تبقى رمزية الأمير عبد القادر حاضرة
في شخصية الأمير خالد، هذا الرجل الذي اندمج في الجيش الفرنسي وتخرج في سانسير، ولكنه كان يحمل في قلبه محنة شعب مقهور. وطبعا لو نتحدث فقط على دور هذا الرجل خارج المجموعة الشباب الجزائريين سيأخذ منا مجال كبير جدا. الأمير خالد بالمختصر المفيد هو أول شخصية خارج دائرة ليجان الجيريان، خارج هؤلاء الحدثيين، خارج هؤلاء المقهورين والمستلبين، من تجرأ وقدم عريضة شهيرة في 1919 إلى ويلسون. والأكثر من ذلك جرأة هذا الرجل أنه هو الوحيد الذي أظهر اسمه عند الإلغاء وأخفى أسماء بقية الوفد. وكان من بين الأشياء التي جعلته منه رائد التيار الوطني الاستقلالي في الجزائر أنه طالب صراحة تطبيق مبادئ ويلسون، وهي استقلال دول الواقعة تحت الاحتلال. طبعا هذا يمثل التيار الأول، ثم بعد ذلك سيصبح إصلاحيا، ففي 1924 سيؤسس الجريدة إقدام ويؤسس أو يدعو إلى إصلاح البلديات المختلطة في رسالة شهيرة إلى الفرنسيين، وساهم مساهمة كبيرة جدا في تنوير الجزائريين، وساهم في مسائل الاحتجاج وكتابة العرائض. لكن للأسف الشديد يوم بلغ حد معين نفته السلطات العسكرية والمدنية الفرنسية، ومات ذات يوم في بيروت أعتقد في سنة 1936، وقد نعته جمعية العلماء وكل الوطنيين والإصلاحيين في الجزائر، لأنه كان رمزية من رمزيات إيقاظ الشعور الوطني والمطالبين بالحقوق في مواجهة هذه الدولة التي قهرت الجزائريين. المشروع الحقيقي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين أختصره في نقاط. جمعية العلماء لم تكن كما يعتقد الناس حزب سياسي، وهذا ما أعلنت فيه عن نفسها في السجل وفي مبادئ الجمعية التي كتبها بن باديس رحمة الله عليه والرجال الذين أحاطوا به والذين صاغهم القرآن الكريم صياغة نادرة. جمعية العلماء كانت بصدد تحرير الضمير الإسلامي، ضمير الوطن، وتحرير الضمير الإسلامي يحتاج إلى تقطير وإعداد طويل المدى. ولذلك الجمعية التي ظهرت في 1931 قد سبقها عمل كبير جدا منذ عودة بن باديس في نهاية 1913، والذي أثمر نوادي وجمعية رياضية وكشافة إسلامية ونشاط كبير جدا توج في 5 ماي 31 في هذا المكان الطيب بتأسيس خير جمعية أخرجت للناس كما يقول سيد هادي الحسني حفظه الله وأطال في أنفاسه. ولذلك الجمعية أدركت أنه في 31 قد بلغ الغرس مكانته وأعطى ثمرته من خلال التوحيد كل الجزائريين الذين يدافعون عن تحرير الضمير الإسلامي. ولذلك الجمعية هيئت الإطارات، هيئت الإنسان، وبشكل آخر وبشكل أكثر بعد وفاة العلامة الكبير بن باديس تأسس معهد من خير المعاهد واللي هو النواة للمدرسة الكبرى اللي هي المسجد الأخضر. وفي هذا المعهد معهد عبد الحميد بن باديس تخرج إطارات من الشبان اللي كانت عندهم مكانة كبرى في توجيه الثورة. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.